الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول ربنا تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. يدخل حبر من أحبار اليهود، والحديث أخرجه أحمد وكذا أخرجه البخاري ومسلم. يدخل حبر من أحبار يهود على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا محمد، إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله يضع السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر المخلوقات على إصبع، ثم يهزهن يوم القيامة ويقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وتلا قول الله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. يا من كفرت برب العالمين، هل قدرت الله جل وعلا حق قدره؟ يا من تسب دين الله في الليل وفي النهار، هل قدرت رب العالمين حق قدره؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، ما بين عاتقه إلى شحمة أذنه مسيرة 700 عام. فهل قدرنا الله جل وعلا حق قدره؟ الله تبارك وتعالى إلهنا العظيم، إلهنا الحليم، إلهنا الكريم. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. أسأل الله الحليم الكريم جل وعلا أن يملأ قلوبنا بعظمته، وأن يجعلنا ممن يقدرون الله جل وعلا حق قدره، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.